السلام عليكم أصدقائي. اليوم في هذا الفيديو حنوريكم كيفاش تقوموا بالتعديل على الصور تاعكم من خلال تطبيق كانفا أو موقع كانفا. موقع كانفا هو موقع للتصميم، يعني سهل جدا خاصة للناس اللي ما عندهاش خبرة في التصميم، يعني اللي ماشي مصممين أصلا. يساعدكم بزاف أنكم ديروا بوستات، ديروا ثامنيلز تاع اليوتيوب، ديروا فيديوهات، ريلز، كل حاجة. يعني صراحة موقع رائع جدا، ننصح الناس اللي مازال ما سجلتش فيه تسجل فيه. نخليكم الرابط في صندوق الوصف. فيه النسخة المجانية اللي فيها بزاف الأشياء الجميلة، وفي كذلك النسخة المدفوعة اللي أنا شخصيا استعملها لأنه صراحة يستاهل. المهم أنه اليوم راح نقوم بالتعديل على الصورة، وراح نستخدمه كمثال هذا البوست اللي كنت حطيته عندها يومين أو ثلاثة على صفحة موداستيا، صفحة ماركة الملابس المستدامة ديالي، وبالتالي راح نقوم بالتعديل على الصورة هذه باش نخرجوا هذا البوست، يعني نخدموه مع بعض باش تشوفوا كيفاش خدمت هذا البوست. فبلا ما نطول عليكم بزاف اصدقائي، ندخلوا في الشرح ونروحوا للكمبيوتر. اذا اصدقائي، اول حاجه حنوريكم كيفاش تعدلوا على الصور تاعكم من خلال برنامج كانفا الموقع على الموقع الالكتروني تاعو. حناخذوا كمثال هذا البوست اللي كنت حطيته عندها يومين او ثلاثه على صفحه ماركه الملابس ديالي موداستيا، فحناخذوه كمثال نخدموا عليه ونوريكم كيفاش ديروا نفس الشيء او نفس البوست. اول حاجه نروحوا الى الموقع كانفا، بعدها لما ندخل الموقع راح نوريكم بعض الاشياء اللي تكون مجانيه وبعض الميزات اللي تكون مدفوعه باش ديروا هذا البوست. المهم نحوسوا على انستغرام، فنكتبوا فقط هنا في البحث انستغرام بوست ويخرج لنا بالمقاسات ديال البوست تاع انستغرام. اكيد عندنا امثله ولكن حنا نديروا واحد من البدايه، فتخرج ورقه بيضاء. اول حاجه نديروها انه نطلعوا لها الصوره او نقوم بتحميل الصوره. تروحوا الى uploads، انا كنت حملت الصوره من قبل، فاذا ما حملتوهاش تروحوا الى الملفات تاعكم وتحملوا الصوره، او تشوفوا اذا كانت الصوره موجوده من قبل، اذا تقدروا تحملوها حتى في كانفا ديال التليفون. هنا الصوره تاعنا هاي اللي نقدروا هنا بهذه الطريقه نكبروها او نصغروها على حسب الاحتياج ديالنا. بعدها نحاولوا انه نروحوا الى edit image، وهنا عندنا عده اختيارات. اول حاجه auto enhance، يعني انه يقوم بتعديل الصوره اوتوماتيكيا، فنضغطوا عليها تشوفوا كيفاش انه الالوان ديال الصوره حيتغيروا بطريقه اوتوماتيكيه، يعني هما يشوفوا على حسب كما نقولوا الروبوت تاعهم هو اللي يقوم بتعديل الصوره كما يحب. نقدر نزيدو من الانتنسيتي يعني ديال التعديل، او ننقصو منها على حسب الاحتياج تاعنا كما قلت لكم. كما راكم تشوفوا الصوره تغير الالوان تاعها، ولكن انني حابه نرجع للوراء باش نعاود نرجع الصوره الاصليه ونقوم انا بالتعديل، يعني ماشي اوتوماتيكي. نروحوا لهنا الادجاست يعني التعديلات. اول حاجه نبداو ليها برايتنس، نشوفوا اذا نزيدوا لها او ننقصوا لها. انتم تقدروا تلعبوا بهم هنايا كيما حبيتوا، شوفوا على حسب الصوره تاعكم. انا راح نقص لها شويه، دونك نحاول انه نقص لها شويه باش اظهر الالوان ديال الموديل ديالي. وعلاش؟ لانه هذا الموديل خصيصا اصلا الالوان تاعو في الواقع تظهر اكثر من الصوره، الصوره ظلمتها شويه، يعني ظلمه الالوان ديال الموديل، فالناس اللي شافوا في الواقع قالوا لي انه الالوان تاعو ماشي كيما شفناهم في الصور، لانه تظهر او بارزه بطريقه افضل. ولكن هنا في الصوره لانه الوان بارده راهي تبان شويه كما نقولوا حنا فاد او باهته، فمن خلال هذه التقنيات او التعديل على الصوره نحاول انه اظهر الالوان بطريقه افضل، ولكن ما نكثرش بزاف، يعني نحاول انه يكون نوع من الاعتدال. فنقص شويه من البرايتنس، بعدها الكونستراكت كذلك نقدروا هنا نلعبوا بها، نزيد لها شويه فقط. ساتوراسيون نخليها كما راهي، لانه شوفوا كي نزيد لها او نقص لها كيفاش تولي. راح نخليها هنايا. نروحوا الى بلور، ما حش يعني نزيد فيها كما راكم تشوفوا. اذا كان عندكم صوره مثلا ماهيش واضحه، او تقدروا انكم يعني توضحوها او تزيدوا لها من الفلو بهذه الطريقه. انا نرجعها الى الصفر. نروح الى كلاريتي، الكلاريتي هنايا نزيد لها شويه باش نوضح الصوره اكثر. فايبرانس كيف كيف، نزيد لها شويه باش الالوان يبانوا بطريقه افضل.
الهايلايتس ماحش نظن انه نزيد فيه او النقص. ممكن يعني كما كم تشوفوا سيو انكم تزيدوا وتنقصوا وشوفوا كيفاش يعطي على الصورة تاعكم، نقصوا شوية الباقي نخليه كيف كيف. هنا نظن انه الصورة تاعنا راهي تبان، الالوان راهم يبانوا بشكل افضل من الصورة الاصلية تاعها. نقدروا نقصوا من الزوم او نكبروا باه نشوفوا. الان نروحوا الايديت وراح نحاولوا انه نحيوا الباك جراوند يعني الخلفيه. هذه الميزه فقط للنسخه المدفوعه، فهنايا تكليكيوا على ايديت ايمج، بعدها تروحوا الباك جراوند ريموفر، على باك جراوند ريموفر وتشوفوا هنايا تستناوه هو يخدم الخدمه تاعو. هنا راهو نحلنا الخلفيه ديال الصوره. كما كنت تشوفوا الصوره تاعنا ولات بدون الخلفيه هذيك. هنا نقدروا انه نحطوها في عده خلفيات مختلفه، صراحه ميزه رائعه وتعجبني بزاف. فهنا تقدروا انكم تغيروا الصوره كما حبيتوا بالموديل اللي يعني اللي عندكم. الان نقدروا انه الخلفيه نبدلوا لها الوان، دونك ديروا اللون اللي حابين، خضر خضر فاتح ابيض، يعني اللون اللي راكم حابينه. هنايا تكليكيوا على اللون وتغيروا اللون، سهل جدا. انا صراحة راح نحاول بعض الالوان ونشوف نشوف يعني النتيجة الافضل. نظن انه هذا اللون راح نخليه، والا تختاروا كما قلت اللون اللي يعجبكم. الان نروحوا لإيديت ايمج مرة اخرى وراح نوريكم الفلترز. الفلترز هادو كذلك موجودين، تقدروا انكم تحاولوا تجربوهم وتشوفوا الفلتر اللي يناسبكم. انا ماش نستعمل حتى فلتر. نعاود نرجع هنا الى كاينه اخرى ميزه رائعه واسمها سمارت موك ابس. هذه تخلي لكم الصوره تاعكم تدخلوها داخل مثلا تليفون، شاشه تليفون، شاشه كمبيوتر، كاس او حتى تي شيرت. صراحه ميزه رائعه تعطيكم يعني كما نقولوا يعني اختلاف في الديزاين. فهنا حنجربوا مع التليفون ونشوفوا كيفاش تعطينا النتيجه. كما كم تشوفوا هنا النتيجه رائعه، خرجنا الموديل في التليفون. نقدروا انه نعدلوا عليه، نقصوا له في الحجم ديالو، في العرض ديالو يعني، ونكبروا شويه في الطول، نزيدوا له بهذه الطريقه اصدقائي. ونقدروا نحطوه بوست على الفيسبوك او الانستغرام. فانصحكم انكم تجربوا هذه الميزه في كانفا. نرجعوا لوراء ونروحوا الان الى يعني ميزه اخرى اللي هي شادوز او الظل. الظل هنا في كانفا عندكم انواع كثيره، تقدروا انكم تجربوهم. كما كم تشوفوا الصوره تاعنا واللي عندها ظل، فممكن انه تجربوا مختلف الاوبشنز او مختلف الميزات اللي كاينين. انا راح نروح للجلو، راح نستعمل هذه اليوم. فنكليكي عليها وبعدين كليكي لداخل، ندخل لداخل ونقدر انه ندير بالتغييرات. فشوفوا هنا راني نزيد في الحجم ديال الظل فيكون صفر، بعدها لما تزيد فيه كامل يزيد الحجم تاعو. نكبروا الصوره باش نشوفوا مليح باش توضح. انا راح نخليها شويه في الوسط، يعني ما كبير ما صغير، بهذه الطريقه تقريبا. بعدها الشفافيه راح نزيد لها كامل، يعني ما توليش كامل شفافه، يولي الظل بارز وباين. البلور راح نخليها كيما هي، يعني ما حش نغير فيها، نغير فقط في اللون، نرجعو ابيض. وتقدروا ديروا لون اللي حبيتو. الابيض هذا هو المظهر ديالو، هكا درت البوست تاعي. فبهذه الطريقه نكبروا اكيد الصوره تاعنا باش تاخذ حجم اكبر وتبان في البوست. الان اصدقائي حنديروا الانيميشن، دونك نقدروا انه نديروا حركه للصوره كيما هكذا. كليكيو على الصورة أولا بعدها الانيميشن، عندكم مختلف تقدروا تسيوهم كامل وتشوفوا اللي مناسبة للبوست تاعكم، وهكا ترجعوه فيديو، يعني ما يوليش صورة ولكن يولي على شكل فيديو كما كنت تشوفوا. خيروا اللي عجبتكم. بعدها نعود نروح الإيديت إيمج ونحوسوا على بعض الميزات. كاين عدة أشياء تقدروا تجربوهم، ماحش نجربوهم كامل ولكن نخلي لكم الاختيار لكم، يعني تقدروا أنكم تكتشفوا. الان اصدقائي بعد ما نكونوا كملنا من تعديل ديال الصوره وعجبتنا ورانا فرحانين بها، الان نقدروا انه نقوموا بتحميلها. تروحوا للداونلود هنايا، شير داونلود، تحميل، وحملوها على شكل صوره بي ان جي، تحملوها على الكمبيوتر تاعكم. طريق سهل جدا ومجاني التحميل اذا كنتم ما استعملتوش حاجه مدفوعه في كانفا.
أو ممكن كذلك تقدروا أنكم تقوموا بشير على السوشيال ميديا، يعني تنشروها دايركتلي من كانفا فقط، عندكم إنستغرام فيسبوك، عندكم بزاف السوشيال ميديا، تكونوا فقط كنتوا ربطتوا الحساب تاعكم كما هنا modestia.eco تاع السوشيال ميديا، نقدر أنه مباشرة نبارطاجيها من هنا، نقوم بنشرها أو وكتابة أكيد شيء. الآن أصدقائي كاينة حاجة أخرى هي ريسايز، يعني ممكن أنكم تقوموا بتغيير حجم الصورة. إذا هي الآن راهي بوست تاع إنستغرام، نقدر أن نحب نديرها ستوري، فبالتالي هنا نديرها ريسايز، كوبي أند ريسايز. هذه الميزة فقط للنسخة المدفوعة من كانفا، فسهل جدا أنكم تخدموا بوست ونفسه ستوري، صراحة رائعة كما هكذا. بعدها نقدر أنه نعدل عليها، يعني نكبر الصورة تاعي باش تخرج مليحة مع حجم ديال الستوري. وبنفس الطريقة نقدر أنه نحملها. وهكا أصدقائي نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح البسيط كيفاش تعدلوا على الصور تاعكم في برنامج كانفا، اللي ننصحكم بزاف أنكم تستعملوه.